بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية لشؤون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة. نظمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية حفلها السنوي 18 الذي أقيم في قصر الثقافة بالشارقة، وتم خلال الحفل استعراض عدد من أبرز إنجازات الجمعية، من أبرزها وصول عدد المتطوعات الفاعلات في الجمعية إلى نحو 75 متطوعة خلال هذا العام، وتنظيم العديد من الملتقيات والمنصات التوعوية والمحاضرات وورش العمل بجانب الزيارات المنزلية. كما تم استعراض نتائج الاستبيان الذي أجرته جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الماضية بخصوص نسبة وعي الأمهات العاملات بأهمية الرضاعة الطبيعية، التي أظهرت أن قرابة 99% من الموظفات لديهن الوعي الكامل بذلك.